كم ولكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الف خير. انزلوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. النهارده يا شباب رجعنا تاني لماينكرافت زي ما انتم شايفين قدامكم. ايه ومعانا طفل. وطبعا يا شباب دلوقتي احنا معانا مين معانا؟ بتسوي ايه في مستويات؟ معانا بود يا شباب. وطبعا احنا في العالم بتاعه. معلش يا بودي. اللي بودي بيصور فيه خد عريض ستون يا شباب. فاحنا النهارده جايين عشان هنعمل خد عريض ستون وهتبقى سلسله. طب ما الناس عارفين ايه سلسله. طبعا يا شباب بودي عمل لكم شويه خد عريض ستون جميله كده، وانا برضه اعمل لكم معاكو كوكي ريد ستون. مع كوكي كوكي اهو بصي اهو. عاوز يغبشك ولا ايه؟ ازيك يا كوكي؟ بص كوكي يا شباب. فيلا يا شباب دلوقتي احنا هنبدا باول خدعه معانا. طبعا يا شباب اول خدعه معانا واللي بودي معرفش يعملها هيفتح لعبه ستون. غيرت نفسي بقى عشان انت تقول عليها نوب. اوكي طبعا هو ده اللي بودي بيقوله. فالنهارده هنعمل يا شباب اول خدعه اللي هي خدعه الصاروخ. طبعا هتحط هو في بلوكات في النص. فطبعا يا شباب بصوا اول حاجه هتحطوا بلوكايه مثلا هنا، وبعد كده هتعدوا واحد، بعد كده تحطوا تسيبوا بلوكه وتحطوا تسيبوا بلوكه وتحطوا تسيبوا بلوكه وتحطوا. هيطلع معاكم بالشكل ده. هتكسروا البلوكايه اللي في النص. اوكي يا شباب بعد كده هتحطوا هنا واحده هنا واحده هنا واحده وتقدموهم لقدام بلوكه من السلايد. طبعا اللي احنا هنحتاجه تحت واللي هو هنحتاج سلايم بلوك وهنحتاج ستيكي بيستون وهنحتاج اوبسيرفر وهنحتاج اي بلوك بقى من اي نوع وهنحتاج فلنت. طبعا يا شباب هي دي كده. وبعد كده بعد ما تعملوا الخطوه دي كده هتروحوا ايه حاطين اوبسيرفر اللي فوق اللي هو السهم يبقى مش تحت عشان في ناس بتشخبطها ويحطها تحت. لازم دي تبقى لفوق او السهم ده يكون باصص لفوق كده يا شباب. بعد كده بقى هتجيبوا سلايم وتحطوا بطل طبطين. هتحطوا السلايم بالمنظر ده كده يا شباب. بعد ما تحطوا الاوبسيرفر هتحطوا السلايم بالمنظر ده فهيطلع معاكم الشكل المنظر ده كده. فبعد كده هتيجوا تحطوا ستيكي بيستون متوجه لفوق زي ما انتم شايفين. بعد كده تحطوا فوقيه اتنين سلايم. بعد كده يا شباب هتجيبوا الاوبسيرفر بتاعنا الجميل وتحطوا واحده هنا واحده هنا متوجهين لتحت. طبعا زي ما انتم شايفين السهم بس لتحت مش تعملوها فوق. بعد كده مش هشتغل معاكم وتقولوا عليا ان انا بات. بعد كده تجيبوا ستيكي بيستون وتحطوه كده لتحت برضه لتحت يا شباب. وكده ازيك يا عمو؟ وبعد كده ده عمو فاجيا واحده هنا. مش عمو ده عمو فاجيا. وبعد كده هتطلعوا تحطوا واحده هنا. طبعا يا معلم البلوكايه اللي تحت دي انت ممكن تحطوا بلوكايه او تولعها بالفلنت. والاسهل الفلنت وده الاحسن لان كانه الصاروخ بجد. كده واحد اتنين تلاته. ده نفع. استنى ايه طالعين الفضاء؟ طالعين الفضاء يا جدعان. انتوا طالعين ايه بيتي؟ طبعا يا شباب زي ما انتوا شايفين فوق كان في صاروخ تاني وده انا كنت عامله كده بجربه. بصوا كده يا شباب ركزوا كده فوق ولما يطلع عند السفينه دي وريهم فيه جوه. ماشي يا شباب. ده اللي هناك ده صاروخ ده مش تقلقوا. ايه انت حاطه هنا ده؟ ده تشيست فيه مواردك. ماشي شوف بقى جوه. طبعا يا شباب ده بيت بودي اللي هو يمكن يبقى يعمل فيه حاجات رهيبه كده واسطوريه. بص الصاروخ اصلا رهيب اصلا يا شباب. فيلا ننزل ونكمل. تعرف تعمل طياره بس ماشيه لقدام في انت ينزل عشان نروح يبقى كمان شويه او يمكن في الحلقه الجايه. تاني خدعه معانا يا شباب واللي هي الخدعه اللي انتوا شايفين قدامكم دي. ايه دي؟ طبعا هتستغربوا تقولوا ايه الخدعه دي. طبعا دي ده الاوبسيرفر زي ما انتوا شايفين قدامكم اهو، بس محطوط اتنين اوبسيرفر.
وبشكل منعكس. طبعا كله يقدر يعملها وكله يمكن يكون عارفها، ان انت تحطه اوبسيرفر الناحيه دي وبعد كده تروح عاكسينه الناحيه الثانيه فينور بالمنظر ده. طب وريني كده عجبها. دي يا شباب انتوا ممكن يعني بصوا يعني مثلا ايه هنكسر يعني احنا الناحيه دي طبعا مفيش حته، هتيجوا تحطوا بسيرفر هتلاقوه مش بينور اهو، تيجوا تعكسوه وتحطوا الناحيه الثانيه هتلاقوه نور من الجهتين يا شباب، لو نور نور اسطوري كده. طبعا النور ده ممكن ينفعكم في الحفلات، لو انتوا مثلا عاملين حفله كده مع مين بقى في صفر يمكن مثلا تحطوه كده تعملوه وكانه اضاءه بقى في الحفله ومش عارف ايه كده، اصل بصوا بينور بطريقه عشوائيه ورهيبه زي ما انتوا شايفين قدامكم، بينور بطريقه يعني كانكم قاعدين في فرح. امين ولا بقولك فين كوكي؟ وتالت خدها معانا يا شباب وهي الحيطة دي والأرضية دي. طبعا دلوقتي يا شباب أتحداك إن أنا أفجر تي إن تي من غير ما دي تتفجر، من غير ما المنطقة دي تتفجر خالص. طبعا هوريكم من الجنب، أدي دي حيطة أهي جواها أوبسيديون ومن فوق أهي جواها أوبسيديون ودي أرضية. هتيجوا تحطوا اعمل بس تي ان تي كده بس افجر بس عشان طبعا الشباب في دلوقتي ناس قاعده مش مصدقه زي ما جودي قاعد جنبي كده مش مصدق، واللي احنا ما مصدق نفجر كده خير ده جواها ميه. هي دي الخدعه، هي جواها ميه. طبعا الشباب انا هوريكم دلوقتي الخدعه دي بتتعمل ازاي، بس هظبط المكان ده وارجع لكم. طبعا الشباب بتاع الخدعة اللي هي اللي هناك دي، طبعا دلوقتي كل اللي انتوا هتستخدموه في الخدعة دي هي ستيرز، هتحتاجوا ستيرز يا شباب من اي نوع ستيرز، وهتحتاجوا اي نوع سلاب بس انا عاوز النوع ده كده اللي هو كابل ستون، وهتحتاجوا باكت ماء، باكت ووتر ماء. هتحطوا كده يا شباب زي ما انتوا شايفين قدامكم. لا احنا مش شايفين قدامنا خالص. تحفروا حفره على قد اللي انتوا عاوزينه برده زي ما انتوا شايفين دلوقتي، اهو زي ما انتوا شايفين اهو يا شباب اهو كسر يا ابني كسر 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 يلا كسر 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 ايوه كده. طبعا الاخطاء دي هتتشال كده بالمنظر ده اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده، يا ممكن مش تشتغل. بعد كده حطوا ماء ميه، تحطوا كده ميه. طبعا تقدر تعملها لو انت سرفايفر خلي بالك، والخدع كل الخدع اللي انا عملتها دي تجيب الادوات بتاعتها وتعملها لو انت سرفايفر. بصوا كده تحت يا شباب هتيجي الميه مش هتشيط خالص، هتعمل كده. تصدقوا انا يا شباب انا كنت فاكيها بلوكه تقدر بلوكه، تعملوا كده يا شباب زي ما انتم شايفين قدامكم تقدر بلوكه تقعد زياد زي ما انتوا شايفين قدامكم. هتحطوا باكت الميه وتحطوا السلابات كده بحيث ان الميه ما تتقفلش، الميه تدلها تحت. ما تحطوش السبات، حطوا طوب حقيقي ما تحطوش السبات عشان السياب يبوظ الخط على الاخر. ما حدش يسمع كلام الشباب، اسمعوا كلامي انا مش اسمعوا كلامي عشان هو قاسي النوب. انت هو الشباب بيقول في خلف الكواليس بيقول لي خدعة التي ان تي انت عملتها دي ما نفعتش، وانت حاطط حاجه تحتيها هي ما تقدرش هي ما تتفجرش. يا شباب ما انا هجربها برضو معاكم عشان جربها، بس ما تحطش يوزو ستون توشي الاول. ايوه يا شباب هو اتفق معايا مش جاي تستطشي الاول. حتى يا شباب اللي ده ستور ترش الاول، بعد كده ايه نظبط الوضع نخلي الوضع ستور. طبعا ستور ايه يا فضيحة. بعد ما تخلصوا هتحطوا سلالم سلالم بالمنظر ده كده اللي هي تبقى فيه فرق كده جوه، بعد كده تعملوا كده وتحطوا ما تعمليش كده
تحطوا الووتر الميه كده زي ما انتوا شايفين قدامكم، وبعد كده تحطوا فوقيها ده كده 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 كده. يا كده حريفنا يا كده، حطي بقى دي انت وييده بقى كده زي ما انتوا شايفين. الشباب بيقولوا بيقولها كلها تي ان تي ورين. ماشي هحط لك تي ان تي ورين. لا لا كده كفايه بقى، مش لازم تكملوا يا الحيطه، مش لازم نحط دي كده. يا شباب لازم تعملوا نفس الخطوات دي، وممكن تعلوا الحيطه زي ما انتوا عاوزين، بس انا ما تعلوش الحيطه عشان اي حيطه هبوظ الدنيا. لا مش هبوظ الدنيا عادي، توطيتي الحيطه مش هبوظ حاجه خالص. يمكن يعلوا الحيطه يا حبيبي، ما تعيوش الحيطه كده يا شباب. طبعا زي ما انتم شايفين هي دي كده شكل الحيطه الزغنطوطه. طبعا انا قفلت اللي فوقيها كده عشان كده السقف اتفجر وبان اللي جوه، فانتوا احسن لكم مش تقفلوا. بعد كده هنجيب البيدروك عشان تي ان تي مش تفجر اللي حواليها زي المره اللي فاتت كده. انا كنت عارف ان انت حاطط عليها بيدروكي، بس يعني مش حاطط بيدروك، ارمي بوشن البيدروك هيختفي. شباب ردوا عليه في تحت في الكومنتات، طالع الكومنتات هتبقى مقفوله. هنحط دي كده، وبعد كده يا شباب هتجيبوا الفلنت اند ستيل، تحطوا فلنتايه تي ان تي كده وتفجر. نفعت ظبطت جايه بقى، خد التي ان تي ظبط زي ما انتم شايفين جايه كده شويه في الميه. دلوقتي يا شباب هنروح على الخدعه اللي بعدها. في الخدعه الجايه يا شباب هتحتاجوا ام الادوات اللي تحت دي، سكيلتون اللي احنا ما بنحبوش، وبعد كده هتجيبوا كابل ستون، وبعد كده ايرون وبامكن. هتاخدوا كل الحاجات دي ترفعوا كده مثلا يا شباب كام بلوك لفوق، بس يكون عاليين شويه كده، ما تعلهاش خليها واطيه. بعد كده تعملوا عشان تطلع عليه نور. ايوه الشباب تعملوا كده زي ما انتم شايفين قدامكم. طبعا لازم تكسروا الحاجات اللي تحت دي كده، او ممكن مش تكسروها. طبعا يا شباب هي مش خدعه، هي منظر جميل. هي مش خدعة يا شباب، هي منظر جميل زي ما انتوا هتشوفوا قدامكم دلوقتي. امسكي سنك يا في اي في الدنيا. انا لو عملت الدنيا نهار الاسكليتونات هتموت صح؟ انا عاملها بشفى. انا اللي عاملها بشفى. هنضيف كده كلهم تحت. حط 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 حط. واحد يغلط غلطتي هذه يا شباب، حطوا الكمية دي حلو حلو، لكن لو انت على الجوال حط الكمية اللي انت عاوزها، تنفع على الجوال وتنفع على كل شيء ان شاء الله. تحطوا هذا. سبحان الله سبحان الله. الخدعة فشلت. يا بقى جايب كده خدها بتاعتي التي ان تي. شوفوا يا شباب شوفوا خناقه موت على سكلته. الله عليك ده بس خدها بتاعتي. الله عليك يا جاي ده بيت الكل. خد لك بص يا شباب، هو دلوقتي هو جايب خدها التي ان تي. انا بجرب الخدعه اللي هناك دي دلوقتي يا شباب، بس هو اتفق معايا اليوم هيعملها في نص الكل بالظبط، عشان لو اتفجرت الله لك الكره شكلها حلو، ونعملها قدام الكره بالظبط. احلى يا جدعان. هتقولوا مين يا عم السوي ده؟ انا يا عم. دلوقتي الشباب هنحط ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة. بس حط حط بس حط حط. يا طيحوا يا هم طيحوا يا هم طيحوا. ما تحطش حطها عليها. انت بتحطها فين؟ حاضر يا شباب. حطها عليها. حط على مين؟ على التي ان تي. على التي ان تي؟ مش تحطها قدام التي ان تي. حطها هنا حطها هنا.
نحطها هنا نحطها هنا نحطها هنا. خد عفا شيلها يا الشباب. انت مش عارف تعمل. تحطها هي تحت اهو يا شباب اهو اهو اهو. ما هو لازم تتحط قدامها. حطها اياها اهو اهو حقيقة بس. اهو 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 ما عليها مش هتتفجر. فين ياخد عفاشية بقى؟ عليها مش هتتفجر. ايه اللي ليه؟ حتى روحها ارميها لوحدها مش هتتفجر. اهو اهو عليها ما بتتفجرش. هتحطه قدامها هتتفجر. لو كنت عملتها له في نص الكار يا شباب كنت هديك واحدة وكنت هتغيكي انت بس انت يا الدور. طبعا يا شباب الخدعة اللي بعدها زي ما انتوا شايفين قدامكم هناك خدعة بسيطة. دي مش خدعة زي ما انتوا شايفين يمكن تعملوها ديكور كده. يمكن مثلا ايه تجيبوا هنستفاد ايه؟ هذا البوه يمكن تدربوا الام بتاعكم كده. ادي واحد اهو الام بتاعي اسطوري. الام بتاعي هنا مش اسطوري ما بقاش اسطوري. هنا اسطوري اهو هنا بقى اسطوري هو كمان هنا بقى اسطوري هنا ما بقاش اسطوري. ممكن برضو تدربه على اللي تحت. ممكن تحاولوا تنشنوه على ايوه كده. ممكن تنشنوه على الاندر مان بس الاندر مان مش هيتضرب. بس الاندر مان قفل ما عندهمش اندر مان. وبس الشباب دي نهاية المقطع. فاللي عجبوا المقطع مش ينسى يعمل لايك وشير وسبسكرايب مع الأستاذة هي في القطة بتاعت بودي اسمها كوكو. انت مسميها كي زي ما انتوا شايفين القلب. دي 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 الموقع اللي احنا هنقدم فيه كل لحظة موقع ايه ده الموقع اللي احنا هنقدم فيه كل حلقات سلسلة ريدست خدعة اسمها ايه؟ خدعة ريدستونية. ويلا يلا يلا, يلا.